قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. حسنا، ما هي السعادة؟ وهل تأتي من التقوى أم من المال أم من الإنجاز أم من العطاء أم من كل هذه الأشياء وغيرها؟ وأخيرا، هل السعادة صناعة أم هي حالة ذهنية تنبع من داخل الإنسان؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم، مفكر الدكتور عدنان إبراهيم، في حلقة تحمل عنوان السعادة في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وكالمتبع دعوني أرحب بضيفي الدائم دكتور عدنان إبراهيم. أهلا بك يا دكتور. يا هلا ومرحب دكتور. يقال أنك دخلت الاستوديو اليوم ضاحكا يا دكتور، هل هذا صحيح؟ أنا يعني أراك وأضحك الحمد لله دائما، مش لأنه حلقتنا اليوم عن السعادة. لا دائما. طيب يا دكتور، اليوم الناس تتطلع إلى هذه الحلقة لأنه كل إنسان في الدنيا مبتغاه السعادة، وشرق القوم وغربوا في شرحها وصناعتها وكيف تأتي. أريد تعريف العلم للسعادة وأيضا من أين تأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عزيزي دكتور أحمد، دعنا نتفق في البداية على أن مقاربة السعادة لغويا بالرجوع إلى المتن اللغوي من أضعف المقاربات على الإطلاق. لماذا؟ بعض الناس يفعل هذا يعني يظن أنه يعني يمكن أن يصيب كبد السعادة. بالعكس، لأن الذين وضعوا اللغة، الأوائل الذين وضعوا هذه الألفاظ، إنما وضعوها على المعاني التي تبدت لهم. إذا المعجم لن يعطيك أكثر من ماذا؟ مما أحس به أو توفر عليه أو بلوره من فهم للقضية المعرفة المبحوث عنها لغويا. وضع اللغة الأول، لست محكوما به، ليس بالضرورة أن يكون حكيما كبيرا. أو هذه موضوعات مراوغة جدا، موضوع السعادة بالذات من أكثر الموضوعات رواغية دكتور أحمد. ولذلك اقترح بعض الدارسين المفكرين أن الأفضل ألا نتحدث عن السعادة وألا نعنى بذلك، وإنما يعني نبحث عن السعادة وخلاص، ننتهي إلى البحث فقط. ابحث، في نظرها السعادة كالحقيقة، قيمتها وأهميتها ليست في ذاتها بقدر البحث عنها. وهذا كلام غير صحيح، كلام فلسفي جميل لكن غير صحيح. لا، نحن نريد السعادة ونريد أن نصيب السعادة، لكن هل السعادة حالة ستيت، يعني حالة معينة؟ هل هي مرحلة نصل إليها أم هي غير ذلك؟ قضية في الحقيقة دكتور يعني كتبت فيها إلى ربما قبل سنوات معدودة في المكتبة الغربية أكثر من 2000 عنوان. تخيل، أكثر من 2000 عنوان، هذا تجده على موقع الأمازون العالمي عن السعادة فقط. دراسات كثيرة متواصلة، وأنت خطبت عنها عدة خطب يا دكتور. نعم، لي عدة خطب فيها علمية. في الحقيقة أرسطو الفيلسوف اليوناني الكبير هو فعلا جعلها الغاية النهائية للبشر. البشر كلهم بطريقة أو أخرى يبحثون عن السعادة يا دكتور، هي الغاية الحقيقية للناس، ولكن لا يعرفون. ومعظم الناس يعيش ويموت دون أن يكون سعيدا بطريقة حقيقية. السعادة مشكلته أنها تزيف يا دكتور، هذا كمان مدخل أحب أن أدخل من خلاله. بخلاف الحزن مثلا والكارثة، المصيبة والكارثة والحزن لا يزيف أكثر صدقة من السعادة. السعادة تزيف، وكون السعادة تزيف هذا الذي جعل تعريفها والقبض على حقيقتها وماهيتها صعبا جدا. لماذا؟ لأن بعضهم يريد أن يفهمنا أن السعادة هي ما هو فيه من المال الكثير، مجمع ألوفا وملايين وملايير، ويزيف وهو في الحقيقة في داخله يعلم أنه تاعس وتعيس. بيل غيتس أبو الأغنياء في هذا العصر، أغنى أغنياء العصر، قال: لا تحسبوا أن السعادة في جمع المال. بالعكس، قال: قد يكون جمع المال والتوفر على المال الكثير سبب مصيبة الإنسان. كأنه تحدث ما بعرف عن تجارب يعرفها وعن تجربة شخصية عاش فيها. على كل حال، فتزيف. آخر يقول لك: لا، السعادة في العمل المتواصل، في ألا تكون فارغا، وهو يكون مكروثا بهذا العمل المسكين ويعاني الكآبة ربما. يزيف، يحب أن يبدو سعيدا. على كل حال، هذا قابلية السعادة للتزييف جعل القبض على ماهيتها أمرا صعبا جدا. لذلك في يعني اسمح لي أن أقول بكل يعني مباشرية، الأفضل يا دكتور أن نستشير العلماء الموضوعيين، العلم الموضوعي من حيث هو، الذين خضوا عقودا في درس هذه الموضوع المعقدة، مش فيلسوف تأملي
كيفما عنا له عرف السعادة، ومش طبعا باحث في الجوجل وأقوال وقالوا ويأتي يعرف لك السعادة بما قال فلان وعلى، لا لا، الأبحاث العلمية التي أجريت وعلى ألوف من الناس وعبر عشرات السنين. لذلك أنا سأختصر هنا ما يعني توسعت فيه في إحدى خطبي، وهو في حقيقة الحال ملخص لكتاب لعالمين يعتبر، وبالأحرى هو تيد يعني دينر، يعتبر تيد دينر إنديانا جونز السعادة. تعرف إنديانا جونز هذا؟ هاريسون فورد. إنديانا جونز هكذا يلقب الرجل، عشرات السنين يبحث في هذا الموضوع، وكتب فيه دراسة ترجمت تجارب كثيرة، وبعضها هذه التجارب هي الأطول في تاريخ القرن العشرين، لونج تيرم يعني، أطول تجارب على الإطلاق، تجربة طويلة بسموها. فإلى ماذا توصل تيد تيرن هذا؟ باختصار يا دكتور، وأنا أوافق على هذا في الجملة حقيقة وليس لدي تحفظ، الرجل يعني كاد أن يحيط بالموضوع، قال السعادة هي التوفر على الحصول على الثروة النفسية، الثراء النفسي، psychological wealth، الثراء النفسي. ما فهمناش، فسر الماء بالماء. إيش الثراء النفسي؟ قال يعبر عنه بمصطلح آخر، حسن الحال الشخصي بالتعبير القرآني يا دكتور، وهنا العجوبة، طيب الحياة، subjective well-being، subjective well-being معناها طيب الحياة، الحياة الطيبة. أنا حين أتكلم يقف شعر بدني، أنا أتأثر بهذه الأشياء، لأنه هكذا يفتح لنا باب يا دكتور على عظمة القرآن الكريم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، شوف صالحا عاد مش عبادة وكذا، لا، عمل الصالحات، إزاء الإيه؟ بني آدم، إزاء الحيوان، إزاء النبات، إزاء الكل، عمل الصالحات، الأعمال الصالحة التي تصلح بها وعليها الحياة يا دكتور، مساهمة في العمران وفي الإسعاد للآخرين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا الله، في الدنيا طبعا، ولا نجزينهم أجرهم في الآخرة. تخيل الحياة الطيبة، قال لك subjective well-being، حسن الحال الشخصي، بالضبط الحياة الطيبة، مش أكثر من هذا. جميل جدا، الآن بدأنا إيه؟ نشارف ونتاخم السعادة، نريد أن ندخل في هذا العالم. هل لحسن الحال أو لطيب الحياة مقومات؟ قال نعم، له مقومات، خذ عندك عاد. وهنا المفاجآت، المقوم الأول يا دكتور، ومن أهم المقومات على الإطلاق، علاقات اجتماعية وثيقة، close يعني relationships، ليست علاقات ظاهرية سطحية أبدا، وثيقة حميمة، علاقات مع الآخرين وثيقة. وحنشوف إيش علاقات وثيقة يعني يا دكتور، هذا موضوع مهم جدا. والعجيب أيضا أن العلاقات الوثيقة مع الآخرين والاهتمام بالآخرين ومشاركة الآخرين في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم، ورد لدينا في النصوص الدينية في الأحاديث الصحيحة يا دكتور أنها سبب ما كشفت عنه دراسات امتدت لأكثر من 50 سنة. سبب لماذا؟ لطول العمر. دراسة أمريكية امتدت لأكثر من 50 سنة أثبتت أن الذين يتميزون بعلاقات حميمة وقوية وطيبة مع الآخرين، مع جيرانهم وأقربائهم وأصدقائهم وأبناء الحي والحار والمدينة، يعيشون أعمارا أطول يا دكتور، وهم أسعد، وهم أقوى مناعة، وهم أسرع في الشفاء من الأمراض، أسرع تماثلنا للشفاء من أي مرض، حتى الجروح قالوا تندمل بسرعة عند السعداء أكثر من التاعسين المكتئبين. فماذا قال حبيب الحق وسيد الخلق معلم الناس الخير بأبي هو وروحي صلى الله عليه وآله؟ قال ولا يزيد في العمر إلا البر. البر هو هذا التوسع في وجوه الخير، خير إذا مين؟ إذا بني آدم بدرجة أولى. وقال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. شوف العلاقات، نترك هذا الموضوع طويل لكن قد نعود إليه. 2، وهذا موضوع مهم يا دكتور في نظري، هذا هو الجوهر في نظري، العنصر الثاني كان ينبغي أن يكون هو الأول، وهو العمود الفقري وعمود الخيمة الذي يقوم عليه كل هذا البناء طيب الحياة. ما هو؟ قيم روحية يا دكتور مناسبة صافية طاهرة وصارمة واضحة. القيم بمعنى ماذا يا دكتور؟ بمعنى كيف تفكر، من أين تنطلق أنت؟ السعادة بعد ذلك سوف نفهم يا دكتور، كما قلت هذا هو الجوهر، السعادة تنبع من هنا ليس من الخارج.
قد يكون لديك من داخل الإنسان، من الداخل. بس كيف من الداخل عاد؟ مش من باطن هكذا يعني هلامي، لا 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 لا، من باطن منظم ومحكوم بماذا؟ بمجموعة قيم، بأفكار مدروسة ومنتقاة منتخبة بعناية. أنا أعرف ماذا أفعل وأعرف لماذا أفعل، مش لأني أهبل أو مغفل أو درويش أو تبع آخرة، لا لا، أعمل هذا أعرف لماذا أعمل وجربته عبر 20-30 سنة. هكذا يكون السعيد، ودائما كنت أخطف ثماره. الآخرون محرومون ولا يصدقون. فمجموعة القيم هم طبعا يتحسسون جدا من أي شيء له علاقة بالدين. إذا كان يقول لك إيه قيم روحية، إذا فسرت بالدين يقول لك لا لا أنا لا أقصد الدين. طب ماذا تقصد؟ يراد هناك الآن في السياق الغربي، شوف العلمانية الشرسة لديهم هذه، في جانبها الفلسفي والرؤيوي، يقول لك شيء أكبر منك، أن تخضع وتمتح وتستلهم شيئا أكبر منك. لا، إحنا الأكبر حقيقة هو رب العالمين، الله له، وشرع رب العالمين وكلام رب العالمين حقيقة هو هذا عنا، ما في كلام ولا نتردد فيه له حيضة بفضل الله عز وجل، ولم نرى منه إلا كل خير من كلامه وشرعه والقيم التي استمددناها من كتابنا العزيز وسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. قال لك إذن إيه القيم؟ لذلك يا دكتور، بوذا كان عميقا جدا، معروف قضايا كثيرة حين تعود لهذا الرجل سبحان الله تجد أنه تقريبا يعني يضرب كبد الحقيقة بسهم، مريش بسرعة. حين تحدث عن السعادة وكذا قال العقل هو مصدر السعادة والتعاسة. يعني تنبع من العقل، كيف تفكر، كيف تتفاعل مع الأشياء يا دكتور، كيف تنظر إلى الأشياء. كما قلت القيم الحاكمة عليك، القيم الحاكمة عليك. الأعجب من هيك، خلينا نقف هنا شوية وحتكون في فائدة للناس، فائدة مهمة بدنا نوصلها احنا. يعني سامحني قد لا يكون الأهم في هذه الموضوعات الفعل، لأنه احنا نحتاج على فكرة نحتاج السعادة، لأننا إذا حققنا جزءا منها صدقني هذا يساهم حتى في استقرار المجتمع وفي إسعاد الآخرين. بقدر ما نكون تعيسين كئيبين يا دكتور نتعس الآخرين، والسعادة معدية والكآبة معدية كما يقول إيه علماء النفس الإيجابي. فلنقف قليلا لكي نشرح أيضا، بما أن نتحدث عن دور العقل ودور الأفكار والقيم، مسألة مهمة لخصتها أيضا العبقرية المجاهدة الكبيرة في حياتها هيلين كيلر، الصماء البكماء العمياء، وتعرف عبقرية هذه السيدة. قالت لا يحق لأحد أن يستهلك السعادة ما لم ينتجها. يا سلام، إشي في منتهى الروعة. لماذا؟ حين قالت هذا هي وسجلت هذا في كتابها يا دكتور، لم تكن آنذاك الأبحاث العلمية قد تهيأت والتي تثبت أن السعادة في جوهرها تخليق، سينثيسس يعني تخليق، تصنيع، صناعة، تركيب. نعم، الإنسان هو الذي يخلقها بحسب إيه؟ ما تتيح له القيم التي تشتغل في عقله وفي روحه. تخيل، فالسعادة مش شيء جاهز تأخذه وتستهلكه، مستحيل، ولن تسعد والله حتى لو تصبح أكبر ملياردير في العالم وتتزوج أجمل النساء والفتيات وكل يوم فتاة كمان، وأكبر مشهور في العالم، كل هذا لن يكون سعادة. السعادة شيء آخر يا دكتور، تخيل، سعادة من هنا أن تصنعها. ولكي لا نطول في موضوع إيه أو نطيل الوقوف عند موضوعة تصنيع السعادة، هناك مثال مشهور جدا دان جيلبرت تحدث عنه العالم الشهير من هارفارد. قال لك لو أن رجلا أصيب بحادث مثلا سير وصار بعد ذلك يزاول حياته اليومية المسكين في كرسي مزولب، بعد سنة سأسألك وأسأل من يستمع إلينا ويشاهدنا، بعد سنة ما ظنكم أي الرجلين سيكون أقرب إلى سوية السعادة، هذا صاحب الكرسي المزولب أم إنسان يعيش ما شاء الله بطولي وعرضي وصحتي وعافيتي لم يصب ولم يكرف بشيء؟ الكل سيقول وأنا قلت هذا طبعا الثاني، علميا غير صحيح، تجريبيا، هدسات تجريبية، تخيل، أبدا. قال لك الاثنان في نفس السوية، إذا تساوت ماذا؟ سائر العوامل، في عوامل ثانية، بس إذا تساوت سائر العوامل يعني موضوع أنه هذا مشلول وهذا غير مشلول ما عاد يؤثر بعد سنة، نفس الشيء. لماذا؟ الإنسان قال لك لديه مرونة غير طبيعية، قدرة يا دكتور على التأقلم والتكيف وتخليق ما يجعله ماذا؟ يتكيف مع الوضع الجديد، مع الظروف حتى لو كانت سيئة. تخيل، سيئة جدا، شاب 25 من عمري في كرسي مدولب، لسه ما شافش الحياة المسكين، عادي قال لك ويكون سعيدا. ورأينا احنا هذا الشاب الجميل الرائع جدا تقريبا بلا رجلين بلا يدين، وشيء السعادة بقدراتي يا دكتور، بمهاراتي، بالضحك، الابتسامة التي لا تفارق محياه. شوف مقطع مشهور جدا جدا هذا في اليوتيوب، وأبكى للفتيات وأبكى الفتيان وأبكى نحن. إيش الروعة، إيش عظمة الإنسان، هذه عظمة حين يفهم يا دكتور. فعلى كل حال إذا وقفنا هنا
إذن علينا أن نفهم في رأس القيم التي ينبغي على المؤمن، على المؤمن انتبه، لأن الإيمان رأس القيم، عاد هذا ما في كلام، تتأسس عليه كل إيه أو يتأسس عليه كل بناء القيم. بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومن بعد القيم، بعد الإيمان بالله، من بعد القيم، أنا أرشح هذا عاد مساهمتي الشخصية، قيمتين دكتور، قيمتين، الرضا والأمل. جميل، دعنا الرضا والأمل. خلينا نفتح ملف الرضا والأمل يا دكتور بعد الفاصل. تفضل. لأن الآن إحنا سعداء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس تسمح لنا الفاصل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل كنت تتحدث عن أسباب السعادة أو وقلت إنها تخليق أو تصنيع السعادة. نعم. ذكرت منها الرضا والأمل ولم نعطيك الفرصة تشرح، ليتك تشرح حيث. إيه نعم أحسنت. أنا يعني كنت أشرت قبل الفاصل إلى أنه في قلب الحياء الطيبة المذكورة في الآية الكريمة يعني يكمن أو يقبع أو يمثل اثنان عاملان دكتور، الرضا والأمل. الرضا أوسع من القناعة. بعض الأئمة كالإمام علي عليه السلام فسر الحياة الطيبة بالقناعة. الرضا أوسع من القناعة، يتجاوزها، يشملها ويتجاوزها. لماذا؟ القناعة يا دكتور دائما تعمل في اتجاه واحد وهو اتجاه إيجابي، أن تكون راضيا بما لديك وإن قل من علم أو جمال أو سلطة أو مال إلى آخره أو توفيق، ترضى بهذا أو يعني تقنع به، يقال هذا إيه؟ قناعة. أنس منصور على فكرة يعني له تعريف ظريف للسعادة وإن كنت لا أوافق عليه، منقوص حقيقة، قال السعادة هو أن يكون لديك من كل شيء الحد الأدنى، وهذا هو الحد الأقصى من القناعة. لكن هذا طبعا لا يفسر السعادة حقيقة، في نقص. بالنسبة للرضا يا دكتور يعمل في الاتجاهين، يتضمن القناعة بالمعنى الذي طرحناه ويزيد عليها الرضا في حال المكروثية، في حال أصيب الإنسان ببلية يرضى، هذا من الرضا. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يبتلي العبد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن تعمل في الاتجاهين. لماذا أنا توصلت إلى هذا يا دكتور بعد التفكير يعني؟ لأنني وجدت أن الله تبارك وتعالى محال أن يعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحياة الطيبة في الدنيا بحيث يعني هذا أنهم لن يكرثوا ولن يصابوا، مستحيل. ما من أحد يعيش في هذه الدنيا دكتور إلا على الأقل سيهرم، سيتقدم به العمر، سيكبر ويضعف، يفقد لياقاته وإمكاناته شيئا فشيئا، أليس كذلك؟ الذاكرة والإبداع والخيال، ما في كلام، والجمال طبعا والقوة، فضل عنه، وهذا طبعا الأهم والأخطر، سيفقد شيئا فشيئا بعض من يحب واحدا إثر واحد، بلا شك. هذه الحياة، فإنك إن تبقى تفجع في الأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. هذا والله تبارك وتعالى خلق الدنيا وأقام على هذه السنة، فمحال إذن أن تكون الحياة الطيبة أو الوعد بالحياة الطيبة وعدا بماذا؟ بأن لا يصاب الإنسان وأن لا ينقص. لا تبلون، الله تبارك وتعالى يقول لا تبلون، يؤكد هذا في أنفسكم وأموالكم. فإذا البلاء لا مناص منه، ففهمنا أن الرضا يعمل في الاتجاهين، إذن في الاتجاه السالب وفي الاتجاه الموجب يا دكتور. لكن مع الرضا هناك الأمل، لأنه لا يخنط بالرحمة الله إلا المؤمن لا يخنط. مستعجل أنت. أي بس لا، نأخذ يا دكتور مداخلة الحلقة ثم نعود. تفضل. أنت شرحت الرضا وأيضا معه الأمل، بس نشوف مداخلة الحلقة. مساء الخير اولا على كل المشاهدين، وايضا عليكم الدكتور احمد والدكتور عدنان، يعطيكم الف عافيه على كل ما تقدمونه من امور فيها الخير ان شاء الله لامتنا العربيه والخليجيه بشكل خاص. شدني موضوع الحلقه اليوم، الحديث عن السعاده. ربما لو تحدثت انا شخصيا عن تجربه خاصه، كنت دائما احاول البحث عن اجابه وافيه لمفهوم السعاده. البعض يعرف السعاده على انها الاستيقاظ باكرا، السفر، الاكل، اقتناء بعض الامور الخاصه أو الشخصية. لكن بعد فترة من تحقيق بعض المبتغيات في هذه الدنيا، وجدت بأني لست سعيدة بذلك القدر الوافي. فأعدت مفهوم أو ترتيب بعض الأولويات في حياتي، وجدت بأنه فعلا السعادة تكمن، أو أنا شخصيا أكون سعيدة عندما أعطي للآخر، عندما أعطي بغض النظر عن شكل العطاء، سواء كان نفسيا ماديا
من خلال التأثير الإيجابي في بعض الأشخاص وتغيير نمط حياتهم، كنت أرى في عيونهم بعد تحقيق طبعا هذا المطلب، أرى بريق في أعينهم، بالتالي كان ينعكس علي شعور إيجابي كبير. هل فعلا اليوم مفهومي كعلا للسعادة وغيري من المستمعين الذين ربما أو المشاهدين الذين توصلوا إلى هذه القناعة بأن السعادة تكمن في العطاء وفي إعطاء الآخر وفي التأثير الإيجابي، وأن تكون بناء تجاه مجتمعك ونفسك من خلال إيمانك بأنك قادر على صنع أو صنع التغيير بشكل جيد وإيجابي، بالتالي يكون لك رسالة ربما في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم في أن نكون دائما عند حسن ظن من يتابعنا ومن ينتظر منا كل جديد بإذن الله، والأهم من هذا كله أكيد رضا الله والوالدين. شكرا لكم على إعطاء هذه الفرصة، وأتمنى أن يكون الحديث الآن عن العطاء. هل فعلا السعادة هي في العطاء وليس في الصحو مبكرا وفي شراء واقتناء فقط الكماليات والماديات؟ شكرا. دكتور، هذه الزميلة القديرة الإعلامية علا الفارس، أول شيء نبارك لها انضمامها إلى قنوات روتانا. أيضا سألتك سؤال مباشر، هل السعادة في العطاء؟ نعم، مداخلة جميلة حقيقة ومحكمة، ووافق طبعا السيدة علا فارس. نحن ذكرنا دكتور حين تحدثنا عن طيب الحياة ومساهمة العالم الجليل طبعا الخبير تيد دينر في هذا الباب، أنه العنصر الأول لديهم العلاقات الاجتماعية القوية. حين تحدث أنا قلت ربما نعود إليها، قال جوهر العلاقات الحميمة والقوية بالآخرين يقوم على إعطاء وإزداء الخير المعروف وليس على تلقيه. هذا بعد تجارب طبعا كما قلت لك، يعني هذا ترجم ولخص لنا تجارب طويلة، هي الأطول، بل تجربة هي الأطول في تاريخ العلم يا دكتور، تجربة امتدت ل75 سنة إلى وقت تأليف الكتاب، نعم، على 324 إيميل رجال، ربما الآن لا يزال يعني إيه أقل من 20 أحياء. تخيل تجربة أشرفت عليها جامعة هارفارد وجيمة العلماء بعد جيل بعد جيل يشرف عليها، شيء غريب. وهذه النتيجة، هاي السعادة كما قلنا إيه، علاقات اجتماعية قوية تقوم على ماذا؟ على الإزداء. إذا تكلمنا في حلقة أخرى دكتور عن الحب، جوهر الحب كما يعني توصل إليه العبقري الكبير العالم الفطاح الإريش أو إريش فروم الألماني، هو في هذا أيضا، هو في هذا، في العطاء بالمعنى الأوسع للعطاء، بالمعنى الأوسع للعطاء. ملاحظة السيدة علا الدقيقة جدا، أنك حين تعطي الآخرين وترى هذا البريق، بريق الفرحة السعادة، ينعكس عليك، صحيح 100%، ليس على مستوى السيكولوجي فقط بل على مستوى العصبي. ربما تأتي فرصة بعد قليل نشرح هذا إن شاء الله دكتور. إذا نعود بسرعة دكتور عشان نذكر إيه المقوم الثالث بعد أن ننتهي من الأمل. الأمل يا دكتور لابد أن يكون قرين الرضا. أنا أعتقد أن الأمل حتى يقبع في قلب الرضا دائما. لماذا؟ المؤمن يكون راضيا حتى في يعني تقبله المصائب والبليات والنقص من الأنفس والثمرات الآخره. لماذا؟ لأنه على أمل أن الله تبارك، وأمل يعني يقيني أن الله سيعوض في الدنيا وإلا في الآخرة أو في الاثنتين بإذن الله تبارك وتعالى، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل كما قال إيه الأول. المقاوم الثالث، نعود إلى إيه تيد دينر، المقاوم الثالث دكتور ما هو؟ احنا ذكرنا مقومين يعني كذلك، نعم، القيم، وذكرنا العلاقات الاجتماعية. المقوم الثالث والأخير نكتفي به هو أن يكون لديك توازن مزاجي. توازن مزاجي فسره بماذا؟ التوازن المزاجي هو أن تغلب المشاعر والتوقعات الإيجابية على المشاعر السلبية. جميل، تخيل يعني أن تنظر دائما، تعود نفسك أن تدمن أن تنظر دائما إلى النصف كما يقال إيه المليء ملكوب، إلى النصف المضيء من اللوحة وليس النصف المعتم من المشهد. وطبعا ليس التوازن هنا بمعنى إيه البالانس، يعني أنه 50% للإيجابي 50، لا هو يقول لا، يجب أن يكون معظم النسبة للمشاعر الإيجابية، يعني 75% 80%، إذا استطعت أكثر بكون أفضل، والأقل للسلبية دكتور. هنا إذا ربطنا هذا بالإيمان، لا يعطي هذا الشيء شيء أكثر من الإيمان يا دكتور، كما قلنا، والأمل، الأمل في الله دائما، والتعويل على الله والثقة بالله وبموعود الله، تجعل الإنسان دائما مفتوحا عليه على الإيجابي بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك إيه، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب يا دكتور ما زلنا، هل السعادة
تأتي من خلال اللي حولك؟ بمعنى أنها هل هي عدوى؟ بمعنى أنه يقول لك دائما السعيد دائما يبحث عن السعداء والتعيس يبحث عن التعساء، بل إن التعيس إذا شاهد سعيد قال هذا يعني إنسان ميت القلب أو ما عنده إحساس. وإذا يسر الله أنسا لسعيد فهم السعداء. دكتور يعني دعني يعني ألاحظ شيئا في منتهى الروعة، وبعض الناس قد يره شيئا غريبا وعجيبا، كيف يمكن للعامة التي يعني حكمتهم متمثلة في قول زي هذا أنه من رفق السعداء يسعد، تسعد جاور السعيد تسعد مثلا، كيف يمكن للعامة أن يصلوا إلى هذا؟ ويأتي العلم في القرن 21 مثلا وبعد تجارب طويلة جدا جدا يثبت هذا، وعلى مستوى كما أقول دائما عصبي، مش حتى على مستوى نفسي، عصبيا هذا صحيح. لا المسألة سهلة ومش لغز يا دكتور، لا لا، هم طبعا لم يقيموا هذه القناعة ولم يصوغوا ويبلوروا هذا المثل على أساس من تجارب وسبر أبدا، وإنما بماذا؟ بالتجارب العادية اليومية يا دكتور. لاحظوا أن الإنسان فعلا حين يرافق السعداء ويعيش معهم فترة، ومن جاور القوم يقولون 40 يوما صار منهم، أنه يتطبع بطباعهم، يعدى بمزاجهم، يؤثر، هذا عمليا يعني ما لا يحتاج التجارب. لكن جاءت التجارب العلمية دكتور لكي تفسر هذا يعني في مستوى أدق، نريد تفسير مش مجرد العشرة، في شيء أدق من هذا عصبيا، وتحدث عنه غير مرة، قال لك الإنسان موجود عنده في الفص الجبهي هنا الفرونتال لوب موجود نوع من الخلايا اكتشفها يعني مالوش 20 سنة، اسمه الخلايا المرئوية، الخلايا المرئوية. فأنت حين تعطي، نعود إلى أختنا الأستاذة العلا، نعود مثلا إليها، نقول أنت ترى فقيرا مثلا شحاذا مسكينا بائسا يتكفف بكفه، تعطيه شيئا أنت وأنت ذاهب إلى العمل، يفرح ويدعو لك أكثر بكثير ما كان يتوقع، ويتوقع مثلا إيه نفترض يورو، أنت تعطيه مثلا 500 يورو، المعاملة مع الله تعمل هذا لله عز وجل، يفرح جدا، هو يدعو لك ويتهلل وتبرق أساريره ويتشعشع وجهه وأنت تشعر طول اليوم على فكرة، وربما تمكث أسبوعا معك هذه الحالة، تشعر بسعادة غير طبيعية، مش لأشياء فقط معنوية ونفسية دكتور، لا لا لا، هنا شيء في المخ عندك يشتعل يشتعل بالتعبير العصبي، يقول ما يشتعل هم فحين يشتعل يضفي عليك هذا الشعور العجيب. الدماغ يا دكتور يعني مؤهل أن يفرز أنواع من المخدرات، مخدرات نبيلة جميلة هذه اسمها الأندروفينات، هذه الأندروفينات هي مخدرات السعادة والرضا والسكينة، يفرزها في مثل هذه الحالات. فالحالة التي تكون عنده تخاطب وتناغي ما لديك فتعديك عصبيا. فالمسألة مثبتة علميا 100% وما في كلام. ولذلك دكتور يعني الصالحون العارفون بالله من قديم، والعلماء حتى المتفنون في علم الشريعة أدركوا أن الحسنات جزاؤها معجل دائما، ما من حسنة جزاؤه يؤخر الآخرة، مستحيل، يعجل الآن وهنا. طب أعجل عجاء أعجل، وعشان هيك الله هو أسرع الحاسبين، ولم صحيح ليس حسابا في ظرف الجهل كما يقول العلماء، أبدا أسرع الحاسبين. ولذلك أنت بمجرد أنك تفعل الفعل الطيب العمل الصالح تجزى عليه، وين أسرعه؟ أنك فعلته، هو بحد ذاته جزاء نفسه، هو بحد ذاته جزاء نفسه، يعني العمل الطيب الذي يبعث المسرة والفرح في الآخرين، يسد خلتهم، يكسو عورتهم، يقضي حاجتهم، يدخل السعادة وسرعة على قلوبهم وقلوب أبنائهم وأهليهم، يرفع كربتهم، تخيل يرسم بسمة على وجوههم، هذا العمل بحد ذاته سعادة لك بطريق يعني. طيب دكتور مباشر، الدكتور صلاح الراشد له دورة يعملها، نعم، كيف تكون سعيدا، نعم، الدورة مدتها 3 أشهر، يقول إن الإنسان تقريبا يتكلم في اليوم 5000 كلمة تقريبا، 70% منها كلمات سلبية. هل فعلا تداول الكلمات السلبية تنعكس سلبا على هذا الذي فرغنا للتو من قوله؟ نعم. حقيقة 100% كما قلنا، التوقعات السلبية يا دكتور حتى مجرد التخيلات السلبية تدمرك. لذلك أهل الجنة سعداء صحيح، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، أهل الجنة هم أهل السعادة في الآخرة. طيب، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب الخوف مما هو آت، والحزن على ما فات. فالخوف مما هو آت في الدنيا يا دكتور، وليس فقط في الآخرة، في الدنيا الإنسان فقط إذا دخل هكذا يعني في حالة من الافتراض والتخيل، ماذا لو، ماذا لو حصل أنني مثلا حكم عليه ودخلت السجن، حكم عليه 10 سنين، ماذا سيكون مصير أبنائي؟ و
وبناتي الصغار وزوجتي لناحيه كرامتهم حيثيتي وضعهم في المجتمع، اكلهم شربهم تعليمهم مستقبلهم وضعهم في مجرد ان تفكر هكذا يا دكتور سبحان الله المخ نفسه ايضا يفرز مواد اخرى، والجهاز عندك الهرموني يفرز هرمونات اخرى وكورتيزول، ويسبب هذا اذا تكرر كثيرا مشاكل المفاصل قرحه المعده تخيل، فضلا عن حاله الاكتئاب التي يدخلك فيها مثل هذا الافتراض التخيلي وهو خيال كله هو خيال. خيال. خيال خيال خيال. المخ يا دكتور قال لك لا يستطيع ان يفرق عاد بين بين المعايشه الحقيقيه والمعايشه التخيليه، عنده نفس الشيء تخيل. علشان هيك يا دكتور لو انت افتعلت الان انك سعيد، انا سعيد، وتقول لحالك وجرب هذا، انا عملت عليه خطوه بهذا الموضوع، انا سعيد لماذا لا اكون سعيدا، انا مسلم مؤمن لو مت الان انا في رحمه الله عز وجل، ربي الله يكفيني، وفي نفس الوقت عندي زوجه صالحه، وبعدين انا ما يعني لم ارتكب جرائم بحيث الناس ينبذونني، وعندي اولاد وعندي مال يعني لا اتكفف معه الناس، طب انا سعيد. قل هذا لنفسك تضحك، بعد دقائق يا دكتور سوف يتعامل مخك وجهازك العصبي الهرموني على أنك سعيد حقا، سيفرز اندورفينات السعادة وستصير سعيدا بعد دقائق. جميل، سنكون سعداء يا دكتور، بس نطلع فاصل ونعود. بالفاصل ستسعد؟ لا لا لا، عشان نرتاح ونعود مرة أخرى. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. السؤال اللي دائما يطرح، هل السعادة صناعة أفراد أم صناعة دول الحكومة؟ يعني مشتركة يا دكتور، مشتركة. لماذا؟ في أمور معينة، شوف عشان نكون واضحين ونذكرها من غير من غير إغماض، من غير إغماض. غياب عوامل التعاسة لا يعني السعادة، هذا مهم جدا. غياب عوامل التعاسة بحد ذاته لا يعني السعادة، هذا نصف الجواب يا دكتور. لماذا؟ فرويد كان يفترض وثبت أنه غلط تماماً أنك إن لم تكن تعيساً فأنت سعيد، غير صحيح. يمكن ألا تكون تعيساً ولست سعيداً، يعني في مرحلة وسطى بين السعادة والتعاسة. هذا يعودنا مرة أخرى دكتور، لا لا لا، يعودنا مرة أخرى إلى أن السعادة لابد أن تخلق تخليقاً، لا تتوقف على عوامل خارجية صناعة. يعني عوامل التعاسة الآن منفية، لكن النصف الآخر من الجواب، غياب عوامل التعاسة ضروري لتحقيق السعادة، لا يحقق وحده، هو ليس شرطا يعني كافيا لكن شرط ضروري. يعني ان وجدت عوامل التعاسه انتفت السعاده يا دكتور، اليس كذلك؟ لكن ان لم توجد عوامل السعاده بنكون قطعنا نصف الطريق نحو السعاده، الباقي عليك عاد، الباقي عليك. ومن هنا جواب السؤال هذا، انه الدول لها مهمتها، الحكومات لها المهام المنوطه بها ان توفر للناس ما يغيب معه التعس والنحس، الحياة الكريمة مثلا. أيوة، حياة كريمة، شروط معقولة من الرفاه، تأمين الضرورات يا دكتور، العدالة الناجزة، عدم الظلم، عدم القهر، احترام آدمية الإنسان، مهم جدا. من هنا هذه الدولة الكريمة التي نعيش فيها الآن الإمارات يا دكتور كانت رائدة جدا، وكانت أكثر من من رائعة، رائدة ورائعة، حين رسمت بوزارة جديدة للسعادة يا دكتور، وزارة للسعادة. وانت خطبت عن هذا، خطبت عنها، ذكرت هذا في خطبة مرة. نعم. صحيح، وهذا من أروع ما يكون. لماذا؟ لأن هذا أيضا يحكي وعيا عميقا لدى المسؤولين في هذه الدولة الكريمة أن الحكومات أيضا تتحمل 50% في قضية إسعاد المواطنين، الباقي يبقى على مواطن عاد، مواطن بعد ذلك ليس لديه منظومة القيم الصحيحة، ليس لديه القدرة على تخليق السعادة، يريد أن يعيش تاعسا، يحب أن هو حر، نحن أبرأنا ذمتنا، صحيح؟ نحن قطعنا لك أو وصلنا لك نصف الطريق، أكمل الباقي بحسن السيرة، بحسن السلوك، بحسن الاعتقاد، بحسن التفكير، بالإقبال على الحياة واستثمار هذه الحالة الطيبة. إذن هي مشتركة، هي مشتركة بين طبعا بين الاثنين. طيب بلا شك. تسمح لنا نشاهد فيديو الحلقة ثم نعود يا دكتور. تفضل. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك،
من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. دكتور الشاعر العربي الكبير محمود درويش رحمه الله، رحمه الله، يقول وأنت تعد فطورك لا تنسى قوت الحمام. هل يا دكتور صناعة السعادة من ضمنها العطاء أيضا للحيوان، أو كما قالت الزميلة علا فارس أنه فقط أعطاء البشر مثلا؟ والله وأنا أقول على هذا الشعر يعني يا سلام ويا سلام، وإنما الشعر لحكمة وإنما البيان لسحرا. شيء أكثر من رائع يا دكتور، شيء مؤثر، شيء غريب ما شاء الله. مبادئ إنسانية فاخرة يا دكتور. شيء يعني حق الأمة أن تفخر بشاعر مثل هذا. أيوة. وبقصيدة مثل هذه، هذه قصيدة لابد أن تكون عالمية يا دكتور، وأن تحفظ، يحفظها الطلاب في المدارس. أيوة والله، يا ريت يعني تدعم مثل هذه الروائع، القطع من الروائع تدعم في مناهج تربية لكي تساهم في خلق إنسان جديد. نعم، لا بلا شك يا دكتور، في كل ذات كبد رطب أجر. الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطب. وإحنا أمة دائما نقول هذه يا دكتور، ولا أكاد أفهم الذي يحصل. طبعا أمة دخلت الجنة بغي في كلب، ودخلت النار امرأة في هرة. بدك أحسن من هذا؟ اعتمد هذا كاستعارة حتى، ولا أروع، ولا أروع من هذا يا دكتور. فكيف يمكن لأمة تأثر هذين الأثرين يقتل بعضها بعضا؟ طيب دكتور، وأنت تعيش في أوروبا، ألا ترى أن ظاهرة تربية الحيوانات الكلاب والقطط أنها جزء من صناعة السعادة لأهل البيت؟ بلا شك دكتور، بلا شك. نعم، وتنمية مشاعر الرحمة والتواصل مع الطبيعة والأحياء والكائنات. دكتور، الإنسان الذي حقق هذا إزاء حيوان، بلا شك أن الفاصل اللي تفصله عن الحيوان أبعد بكثير من الفاصل التي لا أقول تفصله بل توحده بأخيه الإنسان. فالذي استطاع أن ينجز هذا بلا شك توقع منه أن يكون قريبا جدا جدا من الإنسان. طيب دكتور، محاور رائعا جدا من الإنسان. نعم، محاور كثيرة. الأستاذنا العقاد يقول إن السعادة صناعة، إن الإنسان فطر على التجهم، لذلك الإسلام أعطى من يتبسم صدقة لأنه غير عضلات الوجه. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح 100%، أنه الأصل في الإنسان يكون حزين والسعادة صناعة. بالعكس، كيف يكون إلا الأصل الإنسان أن يكون سعيدا؟ فإن لم يجد السعادة كما قلنا عليه أن يخلقها يا دكتور، عليه أن يخلقها. السعيد يا دكتور يعني شوف، كل يوم جديد أنت تعيشه بصراحة هذا ثروة جديدة لابد أن تكون من أسعد الناس بها. كيف لا تسعد بهدية الله اليومية لك؟ صحيح؟ هل تضمن أن تعيش؟ أعطيت يوم جديد، هل تضمن أن تعيش ساعة بعد الآن؟ لا، دقيقة والله لا نضمن يا دكتور. وكل يوم عز وجل يعطيك يوما كاملا جديدا. طيب، فلابد أن نكون ممتنين لله. لا، عز وجل، وأن نكون ونستقبل هذا اليوم بسعادة، بفرح غامر. نعم، وترحاب. نعم، محور سافر. محور مهم يا دكتور. يقول الشاعر الحطيئة ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. كثير من الناس يعتب على المشايخ وطلبة العلم أو أكثرهم أنهم يعني دائما لا يعطون الابتسامة، حتى أنه بعض الأحيان يقول لك والله الشيخ يضحك، أو الشيخ مثلا طريف أو عنده نكت أو تبسم، أنه نادرا. لماذا أخذ الناس صورة عن طلبة العلم والمشايخ أنهم قليلي الضحك، قليلي النكتة، قليلي روح الدعابة؟ لست يعني قادر على أن أجزم بأن هذا انطباع عام في كل مكان دكتور وفي كل وقت. بالعكس يعني لا أدري، يعني هناك انطباع إلى وقت قريب أن علماء الدين بالذات من أفكه الناس، على الأقل في مصر مثلا معروف رجال الدين علماء الدين من أفكه الناس ومن أقرب الناس إلى روح الدعابة والمزحة، وهذا معروف.
الصحابة كانوا كذلك، الرسول كان من أفكه الناس عليه الصلاة وأفضل السلام. فإن وجد هذا في بيئة أخرى أو في بعض قد تقصد في بعض الأماكن وتحققتم من هذا، فهذا شيء عجيب. وأنا أقول بصراحة يعني أول من ينبغي يعني أنه يدق الناقوس لهذه الحالة غير الطبيعية هم المشايخ أنفسهم، لأنهم يحرمون من كنز. دكتور السعادة كنز كبير جدا، الحياة لا معنى لها بغير سعادة. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أذكر له إيه عبارة جميلة يعني يتحدث فيها عن أولياء الله، ويقطع بأن من كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى وصادقا في هذا الطريق أو في هذه الطريق العبادة والعرفان والتألق يكون من أطيب الناس عيشا، تخيل، ومن ألينهم وأرحمهم بالخلق وآنسهم بالناس، يكون هينا لينا وجميلا طيبا وصبوحا وباشا. وكما تفضلت أنت يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة. وبعدين لا أدري، فيعني إن صح هذا فللأسف يعني يكون هم المحرومين. طيب دكتور، هناك الفرح والسرور والسعادة، هل هي مسميات لأسماء لمسمى واحد أو تختلف؟ يختلف طبعا. لدينا تعرف طريقتان يعني مشهورتان في العربية، طريقة من يقول بالترادف وهذه لدى الأكثرين، وبعضهم ينفي أن في اللغة ترادفا. يعني أبو هلال العسكري عنده كتاب شهير جدا جدا الفروق اللغوية، يأتيك بألفاظ يعني ربما معظم الناس يظن أنها فعلا مترادفة، ويبحث عن فروق دقيقة من خلال التتبع والتقصي لمواضع الاستعمال وموارد وموارد الاستعمال. نعم، فيمكن طبعا أن تفرق بين هذه الأشياء بطريقة أو بأخرى، لكن تحتاج لأدلة وتحتاج لتقصي النصوص، الآيات القرآنية مثلا، صحيح الأحاديث، الأشعار، الكلام المنثور، وهذا أمر يطول. يعني الفرح مثلا، لو أخذنا الفرح، الفرح كلمة أكثر عمومية من أن تمدح أو تذم، لأنها في القرآن مدحت وذمت، تخيل معناها هي عامة بشكل غير طبيعي. هناك الفرح المذموم في القرآن الكريم وهو فرح البطر والغرور والعجب يا دكتور. يعني مثلا الذين سألوا عن أمر، النبي سألهم عن أمر من يهود، فكتموا النبي، كتموا النبي وأظهروا له يعني أنهم ذووا منة عليه، أنهم أجابوه، لكنهم كتموا الحقيقة وذكروا الزيف، وأحبوا أن يحمدوا بهذا الفعل. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هذا فرح مذموم، فرح أن تغش أخاك أو تغش الطرف الآخر وتضحك عليه وتدرس عليه وتفرح بهذا الشيء، ولم صحيح. فرح الذين صدوا الأنبياء ويعني ازوروا عن رسالاتهم وهديهم وأضوائهم، ثم يعني فرحوا بما عندهم من العلم وجهل في الحقيقة، هذا فرح مذموم. لكن هناك فرح محمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إذ قال له قومه لا تفرح قارون إن الله لا يحب الفرحين. واضح أنهم أرادوا فرح البطر والاستكبار والغرور والعجب بما لديه. فإذا هي كلمة عامة. السرور طبعا أيضا لا يخل العمومية أكيد، لأن الإنسان قد يسر بالخير وقد يسر السرور بسموه دكتور، خلينا يعني ذكرتني بشيء لطيف، السرور طبعا بشيء السرور الخبيث، يعني السرور الخبيث في الألمانية في لفظة مش موجودة في الإنجليزية ولا أدري في لغات أخرى، حتى في العربية غير موجودة، بسموها شادن فرويدي، شادن مش موجودة، هي هيك شادن فرويدي تعني يا دكتور ماذا؟ تعني الفرح بخسارة الآخرين، لما يخسر يعني يقع شماتة، يعني يضرب ما تكون الشماتة، لا يعني الشماتة مش شرط، ممكن يشمت وهو كئيب وهو غضبان أيضا وينتقم ولا يبلغ ما يريد من الانتقام والتشفي، لهذا فرح يفرح. أنا أظن أنه أكبر واحد عنده الشادن فرويد إبليس لعنة الله عليه طبعا، وواضح أنه الشادن فرويد هذه لا تكون إلا لمن تضخمت أنا بشكل جاوز كل حد دكتور، بحيث لم يعني تترك موضعا لأي ملاحظة أي أنا أخرى، تخيل، وأي شكل آخر، بس هو هذا. لكن في المقابل هذا يعني لزني أن أسأل، طولت أن أسأل نفسي، طب هل في العربية كلمة تعبر عن الفرح بفرح الآخرين؟ هنا النبل والعظمة دكتور وجوهر هذا الحب، لا لم أجد، ولا في الألمانية ولا في الإنجليزية ولا في العربية ولا في لغة أخرى، الفرح بدي بكلمة واحدة، فرح بفرح الآخرين. يعني مثلا لو واحد يخطر علي أقول له الانفراح مثلا، نعمل كلمة نسميها الانفراح، وانفرحت ولك شو انفرح، يعني انفرح بمعنى انه فرح بفرح الاخرين، تخيل. فامام الشادن فرويد هذه نحتاج الى اذا الانفراح او الاستفراح، وهو ان نفرح بفرح الاخرين. فالسرور نفس الشيء كما قلت لك، قد يكون بكذا قد يكون بكذا، والسعاده رايت انت مدى تعقيدها. طيب دكتور، من خلال قراءاتك الكثيره في حول السعاده، ما هي اقصر الطرق للوصول للسعاده؟
إذا أردت فلسفة عدنان إبراهيم في الموضوع بصراحة يعني الخلاصة لدي الازدياد الدائم من تمتين الصلة بالله تبارك وتعالى ونفع الخلق الإقبال عليهم ونفعهم يا دكتور بكل ما تستطيع ولا تبخل بما تستطيع. بعض الناس قادر يعطيك من وقته وقته مش ثمين ما يعطيكش فلوس لو تموت مش حيكون سعيد. بعض الناس يعطيك فلوس ما يعطيكش من وقته ما يعطيكش من وجهه تخيل. عشان هيك ايه ايات الانفاق في سوره ايه البقره ولا مش صحيح لا يعطيك من لسانه. بعض الناس بخيل بالمدح يا دكتور بخيل بالتشجيع ولك المدح يقسم الظهور تخيل ولا يريد لعله في نفسه لا. وكما قلت لك هذا جوهر الحب اصلا ويبدو أن جوهر الحب هو الذي يستطيع أن يوصلنا إلى قلب السعادة. المحب هو السعيد يا دكتور المحب هو السعيد الحب بلاط الوجود. نعود إلى إيه السعادة. إذن تمتين الصلة بشكل دائم بالله عز وجل لأنه على فكرة هذا. والشيء الثاني توسيع إيه العطاء والاعتلاق بالآخرين هذا جوهر السعادة. جميل يا دكتور جميل جميل. الآن إحنا ننتظر بكل سعادة ننتظر التغريدة وأنت تفكر في التغريدة. أحد العلماء قال إنه أقوى أسباب السعادة ثلاثة: الصلة بالله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ثانيا إن الإنسان ينجز عمله والمطلوب منه لأنه عدم إنجاز العمل يسبب تعاسة، ثالثا إن الإنسان ينقي قلبه من كل الشوائب حسد وحقد وشماتة في الآخرين أو سقوط الآخرين. تغريدتك يا دكتور. تغريدة أنت ذكرتني بكونفوشيوس قال السعادة إيه قطبان متوازيان سذاجة وطيبة. كن بسيط كذا وطيب هذه السعادة في نظره. سأغرد إيه بالقول لجميع أحبابي أخواني أخواتي لديك عمر لا عمران عمر واحد لا عمران فكن سعيدا. جميل بارك الله فيك يا دكتور. وفيك شكرا دكتور لك أحمد. شكرا لكم لك. أنتم صحوتنا مستمرة مع السعادة. ألقاكم في حلقة قادمة. مع السلامة.